منسق كمان واجب ثاني بدي بعد ما نخلص التشابتر الحالي. معاي منسق عمر؟ معاك دكتور. بدي بعد ما نخلص التشابتر الحالي تعمل لي زي استبيان ولا استطلاع ولا إشي اللي هي بين كل الطلاب، مش داري على أي بلاتفورم، على أي هذا، هاي إلك، أنا بتركها إلك، أوكي، على التيمز، على غيره، إنه مدى فهم الطلاب للمحاضرات وللمادة، وبتحط لي إياها ممتاز، جيد جدا، جيد، مقبول، ضعيف، يعني خمس، 5 ليفلز، وضحت؟ تمام. بعد ما نخلص، وما بديش انا اسماء، يعني انا بحترم انا بس بدي اخذ فيدباك هيك، فيوم تسويهم بس بتزودي بالارقام، مثلا اللي قالوا ممتاز ماينس 1، ما فيش ولا واحد، اوكي؟ اللي قالوا جيد جدا 10، اللي قالوا جيد هالقد، بزودني بس بالارقام، ما بدي لا اسماء ولا بدي اتعرف على مين هم اللي صنفوني هيك، مين ما هم صنفوني هيك، تخليها عندك وتودي لي بس الزبده، الزبده تبعتي اللي هي كل ليفل وقديش الفوتنج كاونتر تبعه، واضح؟ تمام. بالتالي كله عندك، ما توصل لي ولا شيء من الاسماء، يعني خذوا راحتكم وخذوا حريتكم، انا بهمني بس اخذ فيدباك، حيث انه الواحد دائما على مبدا الكونتينوس ليرنينج انه يطور حاله، اوكي يا شامة؟ ان شاء الله. ماشي، هسه في المحاضره الماضيه اخذنا يا نشامه اللي هي الفانكشنز اوف سنجل فاريبلز، اللي هي يكون عندي سنجل فانكشن اف اوف سنجل فاريبل اكس، بالتالي في بعض الفانكشنز بتكون تعتمد على مور ذان 1 اندبندنت فاريبل، اللي هي مثلا بتكون فانكشن اوف اكس واي او فانكشن اوف اكس 1 واكس 2، هاي مثلا على سبيل المثال هيك تكون الفانكشن اللي عندي كل اللي مر معنا كان اف اوف اكس مش X1 وX2، ويوم يكون X ما برقمهن X1 وX2 عشان هو يتيم، بالتالي ما في داعي للترقيم. وبالتالي إذا كان عندي function of مثلا على سبيل المثال two independent variables X1 وX2 أو XY، كيف بدنا نحدد الـ error propagation زي اللي مر معنا في المرة الماضية؟ أوكي يا نشامة، باستخدام اللي هي التايلور سيريز، وبالتالي إذا استخدمنا التايلور سيريز نستخدم شيء اسمه المالتي فاريبل فيرجن اوف التايلور سيريز، يعني كل اللي مر معنا لغايه الان اللي هي السنجل فاريبل فيرجن اوف تايلور سيريز، اوكي نشامه، وبالتالي بنستخدم المالتي فاريبل، يعني في للتايلور سيريز اللي هي يا اما سنجل فاريبل او مالتي فاريبل، وبالتالي بنستخدم اول تعديل اللي هي مالتي فاريبل فيرجن اوف تايلور سيريز، والشغله الثانيه بنعمل دروبينج زي ما عملنا في السنجل فاريبل، نعمل دروبينج لكل التيرمز بين السكند والفوق. اوكي الو، ايوه اسفه قطعتك، بس لو تعمل ريكوردينج لانه مو شغال. لا انا عامل ريكورد. اوكي العاد عندي مو طالع. اوكي منسق، مبين عندك انه عامل ريكورد ولا لا؟ شغال دكتور. اوكي نشام عامل ريكورد. فبالتالي هون يا نشامة نفس الكونسبت، انه كل السكند تيرم واللي فوق كلهم بنشطبهن نعملهن دروبينج ترانكيشن، وبالتالي بصير عندي بنحصل على اللي هي الريديوس تايلور سيريز، الريديوس تايلور سيريز اللي هي اف اوف اكس 1 اند اكس 2، اللي هي اف اوف اكس 1 واكس 2 ابروكسيميت، وهذا نفس اللي السابق، بلس partial f1 over partial x partial f sorry over partial x1 في الايرور تبع اللي هو الفرق بين الاكزاكت والابروكسيميت تبع x1، وبعدين بنشتق f بالنسبه ل x2، اوكي نشامه، بنشتق f بالنسبه ل x2 وبنضربها في اللي هي الايرور بين x2 و x2 ابروكسيميت، اوكي نشامه، وبالتالي إذا إجينا عوضنا محل هذا التيرم دلتا إكس 1 اللي هو الإيرور في إكس 1، وإذا إجينا عوضنا محل التيرم هذا دلتا إكس 2، أوكي نشامة، بنحصل على الفورمولا هاي اللي هي نفسها الفوق إيكويشن 1.16، ما عدا إنه عوضنا الإيرور باوندز هذول بدلتا إكس 2 هاي، وهاي عبارة عن حطينا محلها دلتا إكس 1، وبالتالي بحصل بالنهاية على اللي هي هذا اللي هو اسمه الليفت هاند سايد اللي هو الدلتا اف اف اكزاكت ماينس اف ابروكسيميت،
تطلع معنا اللي هي دلتا اف is equal to this formula اللي هي partial f over partial x1. اوكي نشامة في دلتا x1 و partial f over partial x2 في اللي هي دلتا x2. وبالتالي نشامة هذا هو المالتي دايمنشنال كيس في حالة ايش؟ في حالة كان عندي 2 dimensional. طيب هسا ركزوا معي. البارشال ديريفاتيفز اللي عندي هذول اللي هي partial f over partial x1 و partial f over partial x2 هذول يا نشامة يوم نحسبهم ممكن يكون positive و negative signs، يعني ممكن واحد تكون positive واحد تكون negative. فبالتالي كونه في عندي positive و negative sign احتمال الترم هذا كله يلغي الترم الثاني. إذا كان مثلا أول ترم الـ partial derivative positive والثاني negative وكان الـ delta x is equivalent يعني they are the same ممكن يلغن بعض. وبالتالي شو الحل للمشكلة هاي؟ الحل للمشكلة هاي إنه نستخدم الـ absolute value. وهذا نفس الحكي اللي مر معنا وين؟ نفس الحكي اللي مر معنا في الـ error. نفس الحكي اللي مر معنا في الـ error. في الـ error إحنا ما بناخذ الـ exact ناقص الـ approximate هيك، بناخذ الـ absolute value اللي هو الـ absolute true error أو الـ absolute approximate error. وبالتالي احنا بنهتم في الـ absolute values rather بالـ magnitude اوكي نشامة rather than اللي هي الـ sign، الـ sign لا بقدم ولا بأخر. وبالتالي إذا أخذنا الـ absolute values هيها هيك اوكي نشامة اوكي بنحصل على الـ correct formulation. ودائما لا تنسى إنه هاي الـ error في x1 والايرور في x2 او في x في المحاضره الماضيه دائما بيكون هذا بوزيتيف، ما في احتماليه انه الايرور عباره عن يكون ايش؟ نيجاتيف، هذا دائما بيكون بوزيتيف، هذا دائما بيكون بوزيتيف. بالتالي كل التيرمز اللي عندي بدهم يطلع بده يكون بوزيتيف، وبالتالي ما في عندي امكانيه انه الغاء لاي جزء من التيرمز لاي بارت من التيرمز الموجوده عندي لاي تيرمز اللي هن البقيه. واضح يا نشامة؟ طيب هذا هون لغاية الـ 2 dimensional case. هاي كل اشتقينا هون. إذا كان عندي الـ function function of two variables x1 و x2 وبالتالي 2 dimensional case. طيب لو كان عندي n dimensional case، لو كان في عندي n independent variables اللي هن من x1 لغاية xn ولكل واحد في له error bounds x1 الايرور اللي فيه دلتا x1، x2 x2 الايرور اللي فيه دلتا x2، واخر شيء xn الايرور فيها دلتا xn. وبالتالي كيف بدي اعمم الشيء اللي حكيته على الـ n dimensional case؟ بالتالي في حالة الـ undimensional case الدلتا F هاي للF بتكون function of n independent variables بتكون عبارة عن simply extension للـ 2 dimension. بالتالي ما علي غير أضيف الـ partial F over partial any new X واضربها في الدلتا X. بالتالي هاي أول term partial F over partial X1 واضربها في الدلتا X1، بعدين partial F over partial X2 واضربها في الدلتا X2، بعدين partial f over partial x3 وبضربها في دلتا x3، واخر شيء partial f over partial xn وبضربها في الدلتا xn. وبالتالي بيطلع معي نشام ايش؟ بيطلع معي الفاليو. ولا تنسى هون في ملاحظه انه كل البارشال ديريفاتيفز هذول اللي عندي كل البارشال ديريفاتيفز بنحسبهن are evaluated at the approximate values of the independent variables. كلهن هين قاعدين نحسبهن، ما في عندي احنا مفترضين انه الاكزاكت مش موجود. وبالتالي كل البارشال ديريفاتيفز بنحسبها وين؟ عند الابروكسيميت فاليوز اوف اللي هي الاندبندنت فاليبل. اوكي نشامة. وبالتالي خلينا ناخذ اكزامبل. اوكي نشامة، هون الاكزامبل اللي عندنا عن الترانزستورز، نحكي عن الكترونكس. وبالتالي في عندنا شيء اسمه conduction parameter. اوكي نشامة، هاي الايكويشن تبعته. اوكي كيف وليش مش شغلنا هسه، احنا بهمنا بس نعرف الايرور
calculations. اوكي نشامة، هاي الفورمولا تبعته. بالتالي هو عبارة عن function of إيش اسمه mu n وإيش اسمه c o x و w و l. اوكي نشامة، الميو ان اوكي نشامة اللي هي الالكترون موبيليتي، وال w وال l اللي هي الويدث واللينث اوف ذا ترانزستور، والسي او اكس اللي هي الاوكسايد كاباسيتنس زي ما موجود عندك. طبعا مش مطلوب منك ولا تحفظ ولا شيء، احب يهمنا بس انه المبدا انه هاي في عندي فورمولا وبدنا نحسب لها ايش؟ بدنا نحسب لها الايرور بروباجيشن لمين؟ للكي ان، اسيومينج انه ايش؟ انه كل واحد من هذول الفور فاريبلز في له سيرتن ايرور. بالتالي لاحظ هون بقول لك استيميت الايرور في الكي ان، استيميت الايرور في الكي ان بناء على مين؟ بناء على انه في عندي الفور بارامترز الموجودات عندي اللي هي الميو والسي والدبليو والال، الهن ابروكسيميت فاليوز. هاي الابروكسيميت فاليوز، هاي الابروكسيميت فاليو للميو، وهاي الابروكسيميت فاليو للسي او اكس، وهاي للدبليو، وهاي للال. هاي الابروكسيميت، ولكل واحده فيها ايرور باوندز، لكل واحده فيها ايرور باوندز. بالتالي اعطانا الابروكسيميت واعطانا الدلتا لكل واحده. وبالتالي اول طريقه اللي هي اللي حكيناها قبل شوي الاشتقاق بناء على التايلور سيريز، وبالتالي الدلتا كي ان راح تكون بنشتق الكي ان بالنسبه اول فاريبل اللي هو الميو وبنضربه في الدلتا ميو، وبنشتق الكي ان للثاني فاريبل اللي هي للسي او اكس وبنضربه في الدلتا سي او اكس، وبنشتق الكي ان للدبليو وبنضربها في الدلتا دبليو، واخر شيء نشتق الكي ان بالنسبه للال وبنضربها في الدلتا ال. هون احنا عندنا فور فاريبلز وبدنا نسوي الديريفاتيفز البارشال ديريفاتيفز للكي ان وذ ريسبكت تو ذا فور فاريبلز. الفور فاريبلز ميو سي او اكس دبليو وال، واضح هنا شامه؟ وبالتالي بدنا نساوي البارشال ديريفاتيفز وذ ريسبكت تو فور اندبندنت فاريبلز. وبعد ما اطبق البارشال ديريفاتيفز بيطلع معي هذا هو الفورمولا. وبعدين بنيجي بنعوض الابروكسيميت فاليوز فيها، بيطلع عندي الفاينل انسر اللي هي الدلتا كي ان اللي هي هيها 6.249 10 to the power minus 14. طيب هاي الدلتا، هاي الدلتا معناته الكي ان شو الرينج اوف اكتوال فاليوز تبعاتها؟ الرينج اوف اكتوال فاليوز تبعت الكي ان راح يكون قيمه الكي ان الابروكسيميت بلس اور ماينس الايرور تبعنا، وهذا نفس اللي حكيناه في المحاضره الماضيه زاد وناقص اللي هي الدلتا. وبالتالي الكي ان الاكزاكت فاليوز تبعتها الرينج راح يكون من 1.1839 10 to the power minus 12 لغايه 1.3089 10 to the power minus 12. بالتالي هذا الرينج اوف اكتوال فاليوز. حيكون الرينج اوف اكتوال فاليوز او الاكزاكت فاليوز، اوكي هذا الرينج تبعنا اللي هو ضمن الرينج هذا. طيب خلينا نشوف الطريقه الثانيه. نعم في المحاضره الماضيه حكينا في عندنا طريقتين، واحده بناء على التايلور سيريز، واحده سميناها الاكستريم فاليو سبستيوشن. الطريقه الثانيه بناء على الاكستريم فاليو سبستيوشن، اوكي بدنا نيجي نحسب الكي مينيمم. هسه تعالوا معي الكي مينيمم يا نشامة، هون بدك تكون حذر حتى تحصل على المينيمم فاليو اوف كي. متى بقدر احصل على المينيمم فاليو اوف كي؟ يوم يكون عندي النوميريتر كلياته مينيمم والدينومينيتر لازم اعوضه ماكسيمم. هون بدك تركز معي بالحسبه، المينيمم كي لازم يوم اعوضها اعوض فيها اي شيء بالنوميريتر المينيمم، واي شيء بالدينومينيتر بالمقام ماكسيمم. وبالتالي اذا جينا عوضنا المينيمم والماكسيمم فاليوز لا الميو والسي والدبليو والال، اوكي بناء على الفورمولا هاي بنحصل على الفاليو هاي. اوكي نشامه. طيب والماكسيمم فاليو اوف كي ان متى بحصل عليه؟
بحصل عليهم يكون برضو المقام البسط عندي ماكسيمم والمقام مينيمم. وبالتالي إذا عوضت الفاليوز بناء على البروبلم ستيتمنت بحصل على هاي الفاليو. وبالتالي الرينج اوف اكزاكت فاليوز للكي ان بيطلع معي اللي هي من المينيمم اللي هو هذا للماكسيمم اللي هو هذا. طيب اللي هو هاي الرينج، هاي الرينج اللي عندنا. اذا جينا مسكنا الرينج هذا وقارنا بين الطريقه هاي الرينج اوف فاليوز اللي هن هون بناء على طريقه الاكستريم فاليو سبستيوشن مع التايلور سيريز اللي هي هاي، هاي التايلور سيريز في عندي رينج اوف فاليوز هاي، بدنا نعملها كوبي عشان بس تشوفوها قدامكم. هاي اللي هون الطريقه الاولى، واللي عندي هون الطريقه الثانيه. بالتالي اذا بنلاحظ، اول 3 ديجيتس في الطريقتين هون وهون ذا سيم، هون اول 2 ديجيتس في الرينج اللي هو اللور باوند، اول 2 ديجيتس هون، اول 2 ديجيتس هون they are the same. وبالتالي يا نشامة زي ما مكتوب عندي في الريماركس، اذا بنقارن النتائج باستخدام التو ميثودز بنلاحظ ان التايلور سيريز اللي بتعتمد على الفيرست اوردر استيميتس بيعطينا نتائج تقريبيه مش بطاله للاكزاكت فاليوز اذا بقارنها مع الاكستريم فاليو سبستيوشن. طيب ناخذ اكزامبل ثاني. في عندي قانون، اوكي نشامه، ستيفان بولزمان لو، اوكي نشامه، اللي من خلاله بنوجد شيء اسمه، طبعا كل هذا الحكي مش مطلوب منكم انه شو القانون وشو غيره مش مطلوب. الريت اوف راديشن اوف انرجي فروم سيرفيس اللي هو هاي الاتش تعتمد على، اوكي نشامه، مجموعه من اللي هي البارامترز او الاندبندنت فاريبلز، الاي اللي هي الاريا، والاي اللي هي هاي الاميسيفيتي، والسيجما اللي هي البولزمان كونستانت، ستيفان بولزمان كونستانت، والتي اللي هي التمبرتشر، اوكي نشامه، والاتش اللي هي بتكون الراديتد انرجي ان واتس. بالتالي هون نشامه المطلوب منا انه نحسب الرينج الايرور ان اتش، اوكي، للمعلومات التاليه. اذا كان اي كل واحد من البارامترز الاربعه اللي عندي معطى له الابروكسيميت فاليو ومعطى وراها ايش؟ الدلتا، هاي الدلتا، هاي الدلتا اللي فيها اللي هي الايرور الموجود فيها، وهي الرابع هون. وين الرابع؟ ولا هذا كونستانت، سوري، السيجما عباره عن كونستانت، اوكي نشامه. بالتالي كل الشغل اللي عندنا راح يكون with respect to three variables اللي هي الاي والاي والتي. السيجما هاي عباره عن ايش؟ عباره عن كونستانت. وبالتالي يا نشامه بنيجي بنحسبها، بنيجي الدلتا اتش بنيجي بنشتقها بالنسبه لكل واحد من الاندبندنت فاريبلز اللي هي اي واي وتي، وبنعوضها، اوكي نشامه، وفاينلي بنعوض فيها الارقام، اوكي نشامه، وهي بيطلع عندي في النهايه الدلتا اتش هيها اللي هي 2.53 1910 to the power 2. واذا بدنا نحسب الرينج اوف فاليوز بيطلع عندي بالنهايه هاي الرينج اوف فاليوز للاتش اللي هي من 1.1 10 to the power 3 ل 1.6 10 to the power 3. هاي اول طريقه اللي هي التايلور سيريز. بعدين عن طريق الاكستريم فاليو سبستيوشن، هون اذا جينا عوضنا المينيمم يا نشامه، لاحظ بحالتنا هون كله مينيمم. ليش؟ شنو كله عندي هون نومريتر، كله عندي بسط، ما فيش عندي مقام. واذا جينا بنعوضها بيطلع عندي هذا الرقم، والاكزاكت ماكسيمم اللي هي الماكسيمم فاليو اللي هي عندي هون، كل بعوض فيه كل التيرمز اللي عندي هون برضه ماكسيمم. ليش؟ شنو ما في عندي ريشنال فانكشن او دينومينيتر. وبالتالي اذا بنقارن الفاليوز اللي عندي من السكند ميثود مع الفيرست ميثود، اذا بنقارن يا نشامه،
اوكي بنحسب الرينج هاي المينيمم والماكسيمم. لاحظ عندي هون هاي المينيمم من الطريقه الاولى وهي المينيمم من الطريقه الثانيه قراب لبعض، وهاي الماكسيمم من الطريقه الاولى وهي الماكسيمم من الطريقه الثانيه، وبالتالي الطريقتين they are close to each other. اي سؤال يا نشامه؟ اي سؤال يا نشامه؟ اي سؤال يا شباب؟ بالتالي هذا كله الهدف منه انه اذا كان عندي function والفانكشن هذا بيعتمد على more than one independent variable x y z x1 x2 x3 وعندي الايرور لكل واحد من هذول الاندبندنت فاريبلز في ايرور، بالتالي كيف الايرور بهذول الاندبندنت فاريبلز راح ينعكس وراح يصير له ريفلكشن على الفانكشن تبعنا، وبالتالي هذا هو النشامه اللي اشتغلناه لغايه الان اللي هو بناء على طريقتين الاكستريم فاليو سبستيوشن او الفيرست اوردر ابروكسيميشن تايلور سيريز في السنجل دايمنشنال او في المالتي دايمنشنال. اي سؤال يا نشامه؟ اي سؤال يا شباب؟ اي سؤال؟ طيب بنروح لموضوع اي ثينك اللي قبل الاخير في الشابتر الحالي اللي هو شيء اسمه الكونديشن نمبر. هسه يا نشامه احنا هون يا نشامه يوم ناقشنا الايرورز بغض النظر عن طبيعتها هل هي راوند اوف ايرورز ولا ترانكيشن ايرورز، في البدايه مثلا اخذنا الترو الابسوليوت ترو ايرور، وبعدين قلنا الابسوليوت ترو ايرور في مشكله. شو هي المشكله؟ انه it does not take into consideration the magnitude of what the magnitude of the true value، وبناء عليه عرفنا ايش جديد اسمه الريلاتيف ترو ايرور اللي هي بنعمل قسمه او نورماليزيشن او ديفيجن على الترو فاليو. اوكي نشامه؟ وعرفنا من خلالها برضه البيرسنتج اللي هي بنضرب الايكويشن هاي في 100% بيطلع معنا البيرسنتج. وبعدين برضه عرفنا ايش؟ عرفنا الابروكسيميت بنفس المبدا. بالتالي احنا هون يا نشامه حكينا انه اي شيء بيعتمد على الابسوليوت ترو ايرور بيكون في ديفيشنسي، بيكون في مشكله. شو المشكله؟ انه ما باخذ الماجنتيود تبع ترو فاليو انتو كونسيدريشن، هاي المشكله الاساسيه. وبالتالي الحل تبعها واخذنا اكزامبل على الحكي هذا اللي هو الايرور تبع البريدج والرد. اوكي نشامه، كان الايرور نفسه في الحالتين اللي هو هي 1 سنتيمتر، بس يوم اخذنا البرسنتج طلع الوضع غير، هون الايرور فالي مينيمال وهون الايرور ماكسيمم كبير. بالتالي دائما انه نرجع الامور لنصابها عن طريق نقسم على الاكزاكت او على ابروكسيميت فاليو في حاله انه كان الاكزاكت معلوم في الحاله الاولى، واذا كان الاكزاكت مش معلوم لازم نعمل يعني الامور دائما ريلاتيفيتي، نطبق نسبيه. النسبيه اللي هي ايش؟ انه دائما نقسم اي ايرور على الابروكسيميت فاليو او الترو فاليو. بالتالي هذا هو اللي كان عباره عن عندي وين؟ في الايرور كالكوليشنز. هون عندي نفس الاشي يوم جينا حسبنا احنا بناء على التايلور سيريز يا نشامه، بناء على التايلور سيريز جينا حسبنا في المالتي دايمنشنال ولا بالسنجل دايمنشنال، جينا حسبنا الدلتا اف. اوكي بناء على الجيفن فاليوز اوف دلتا اكس. اوكي وبالتالي الدلتا اف هون اوكي نشامه دائما بطلع عندي هي عباره عن الابسوليوت ايرور، الابسوليوت ايرور في الاف بناء على الابسوليوت ايرورز اللي وين؟ اللي في الاكس اللي عندي اكس1 اكس2 لغايه اكسn. وبالتالي هاي الدلتا اف كونها ابسوليوت ما بتاخذ بعين الاعتبار النورماليزيشن او الديفيجن او الريلاتيفيتي. بالتالي شو الحل تبعها يا نشامه حتى نحط الامور في نصابها؟ انه نستخدم شيء مفهوم اسمه الكونديشن نمبر، مفهوم شيء اسمه الكونديشن نمبر. وبالتالي هون يا نشامه
اللي حسبناه بناء على التايلور سيريز ابروكسيميشن زي ما اخذناه، كان هذا القانون للسنجل دايمنشنال كيس اللي هي دلتا اف از ايكوال تو اف برايم ملتبلايد باي دلتا اكس. وبالتالي هاي الفورمولا ات لاكس نورماليزيشن. شو النورماليزيشن؟ يعني اقسم اللي هي مين؟ الدلتا اف على الاف ابروكسيميت والدلتا اكس على الاكس ابروكسيميت. يعني لازم اي شيء اسمه ابسوليوت، هذا بيعطيني misleading information. بالتالي اي شيء اسمه absolute لازم ارجع اعمل له replacement by what؟ لازم اعمل له replacement by اللي هي relative. بالتالي هون الدلتا اكس ما بدي اشوف الدلتا اكس انا اللي عندي، بدي اشوف دلتا اكس over x approximate، والدلتا اف ما بدي اشوفها، بدي اشوف دلتا اف over f approximate. وبالتالي هاي المشكلة انه ما في عندي normalization. اوكي نشامة، بالنسبة سواء للايرورز اللي بالاكس او الايرورز اللي في الاف. وبالتالي نشامة لازم معناته instead of using الدلتا اكس والدلتا اف لازم نستخدم الريلاتيف ايرورز وليس الابسوليوت ايرورز لا كلاهما. وبالتالي لازم يصير دلتا اف على اف ابروكسيميت ودلتا اكس على اكس ابروكسيميت. بالتالي هذا هو الهدف اللي عندنا، انه دائما نحط الامور في نصابها. وبالتالي الدلتا اف حسب التايلور سيريز فورمولا، هاي الدلتا اف والدلتا اكس هذول ما باخذهم بعين الاعتبار الاف فاليوز او الاكس فاليوز. بالتالي لازم نرجع نقسمها، نساوي حركة النورماليزيشن اللي هي إن نرجع نحط الأمور ب relative to أو with respect to. وبالتالي يا نشامة لازم نرجع نعبر عنها بال relative error. بالتالي relative error بالنسبة لل x variable اللي جايها الدلتا x على ال x approximate. ال relative error ال e relative بالنسبة لل x هيها ال error ال e error، وهاي R معناتها relative. اوكي، وهاي with respect to X اللي هي delta X divided by X approximate. طيب خلينا نعبر عنها، معناته delta X what does it equal؟ النومريتر اللي عندي، النومريتر يساوي relative error في مين؟ في ال X approximate، وهاي الفورمولا اللي اشتقيناها منها. طيب خلنا نمسك اللي هي دلتا اكس فاليو اللي هي هون ونعوضها بالاكويشن هاي، ونعوضها في الاكويشن هاي. شو بصير عندي؟ بصير عندي دلتا اف اللي هي الليفت هاند سايد از ايكوال تو اف برايم في مين؟ في الدلتا اكس. والدلتا اكس هي نعوضتها الاكس ابروكسيميت في مين؟ في الريلاتيف ايرور ان اكس. اجيت عوضت الدلتا اكس اللي هون في الفاليو هاي، في الفاليو هاي اللي هي الرايت هاند سايد. في الرايت هاند سايد، وبالتالي طلعت معاي الاكس في الريلاتيف ايرور ان اكس محل الدلتا اكس، وحصلت على الفورمولا هاي. طيب اذا اجينا مسكنا الايكويشن هاي وقسمناها على اف اوف اكس ابروكسيميت، خلينا نمسك الايكويشن هاي ونقسمها على اف اوف اكس ابروكسيميت، شو بنحصل؟ بنحصل على الدلتا اف ديفايدد باي اف اوف اكس ابروكسيميت اللي هي اي شيء اسمه دلتا على الابروكسيميت فاليو بيطلع الريليتيف ايرور في الاف. بالتالي الـ E اللي عندي error والـ R stands for relative والـ F اللي هي relative error في F. What does it equal؟ اللي هي نفس الـ right hand side بس مقسوم على مين؟ على الـ F approximate. بالتالي شو هو الـ condition number؟ هذا هو اللي بدنا نصله، هذا هو مربط الفرس اللي عندنا.
This is what we finally should reach or we should derive. The condition number هو عبارة عن الratio okay نشامة الratio between the two relative errors في absolute definition. يعني باجي بقول the condition number هو عبارة عن إيش؟ هو عبارة عن relative error في F على relative error في X. بالتالي أنا عندي الكونديشن نمبر هو الراتيو بين مين؟ الراتيو بين التو ريلاتيفز ايرور، واحد الريلاتيف ايرور تبع الاف وواحد الريلاتيف ايرور في الاكس. بالتالي إذا قسمت التو ريلاتيفز ايرور تو ريلاتيف ايرورز وأخذت لهم الابسوليوت فاليو اوكي نشامة بحصل على شيء اسمه الكونديشن نمبر. بالتالي هي عندي انا الريلاتيف ايرور في اف وهون عندي الريلاتيف ايرور في الاكس. اذا قسمنا الايكويشن هاي على الريلاتيف ايرور في الاكس، الريلاتيف ايرور اكس بتطير من هون بصفي عندي الرايت هاند سايد تبع اللي هو اف برايم اوكي في اكس ابروكسيميت ديفايدد باي الدينومينيتور اللي هو بيطلع معي هذا. هاي الريشيو بين مين؟ بين التو ريلاتيفز ايرور ريلاتيف ايرور سوري اللي هو واحد تبع الاف واحد تبع الاف والثاني تبع مين؟ تبع الاكس. وبالتالي هاي الفورمولا اللي من خلالها بوجد شيء مهم جدا في النيوميريكال اللي هو اسمه ايش؟ كونديشن نمبر اوف فانكشنز. وبالتالي الكونديشن نمبر مره ثانيه واخيره هو عباره عن الريشيو بين التو ريلاتيفز ريلاتيف ايرورز، واحد الريلاتيف ايرور في الاف والثاني الريلاتيف ايرور في الاكس. بالتالي هذا هو مفهوم الكونديشن نمبر. طيب معناته انا اذا بدي اطلع الريلاتيف ايرور في الاف اللي هو هذا النومريتر اللي عندي، هل راح يساوي اللي هي الكونديشن نمبر في الريلاتيف ايرور في الاكس ولا لا يا هشام؟ هي راح يطلع عندي برضه هاي فورمولا ثانيه equivalently، بس هاي هي الفورمولا الاساسيه كونديشن نمبر اللي هو الريشيو بين التو ريليتيف ايرورز اللي هو اف برايم في اكس ابروكسيميت ديفايدد باي اف. وبالتالي هون يا نشامه كونها الريشيو بين التو ريليتيف ايرورز اوكي الكونديشن نمبر شو بيعطيني معلومات؟ بيعطيني معلومات عن طريق ايش؟ انه بيعطيني معلومات حول اللي هي كيف الليفل اللي بكون فيه اي انسرتينيتي في الاكس، هل الانسرتينيتي في الاكس اللي هي الريلاتيف ايرور في الاكس هل راح يصير لها ماجنيفيكيشن تكبير ولا اتنيويشن تصغير يوم نحسب الاف. بالتالي الكونديشن نمبر هو عباره عن الريشيو بين مين ومين؟ الريلاتيف ايرور في الاف divided by relative error في الx. وبالتالي how relative error في الx it should be reflected على relative error في الf. وبالتالي هيها بقول لي relative error في الf يساوي condition number في relative error في الx. بالتالي احنا عندنا خيارين، يا اما يكون يصير في عندي magnification يعني الريلاتيف ايرور في الاف يكبر بالمقارنه مع الريلاتيف ايرور في الاكس، او حاله ثانيه يصير له اتنيويشن اللي هو بمعنى اخر الريلاتيف ايرور في الاف يصير اقل من الريلاتيف ايرور في الاكس. بالتالي احنا مصلحتنا يا نشامه هل يصير عندي ماجنيفيكيشن ولا اتنيويشن؟ شو رايكم؟ هل مصلحتنا انه نكبر الايرور في الاف بالمقارنه مع الاكس ولا نصغر الايرور الريلاتيف ايرور في الاف بالمقارنه مع الريلاتيف ايرور في الاكس؟ شو رايكم انه نصغر ولا نكبر؟ عندي ايرور بالاكس ريلاتيف ايرور في الاكس وهذا عاده الايرور اللي في الاكس اوت اوف ماي كنترول، يعني هذا لا ما تقدر تتحكم فيه، يكون مفروض عليك من خلال الاكسبيرمنت من خلال الكالكوليشنز ما بتقدر تلعب فيه ولا تغير فيه شيء.
بالتالي أنا مصلحتي الفانكشن اللي بيعتمد على هذا الايرور إنه الايرور اللي فيه يكون صغير ولا الايرور فيه إنه يكون كبير؟ صغير دكتور. شو؟ صغير. علي صوتك اللي هو هون بده يكون نشامة صغير، وبالتالي نشامة احنا حتى يكون الريلاتيف ايرور اللي في الاف اصغر من الريلاتيف الايرور اللي في الاكس، شو لعناته لازم يكون الكونديشن نمبر؟ هل لازم يكون الكونديشن نمبر اكبر من واحد ولا اصغر من واحد؟ اصغر من واحد. اصغر من واحد، ايوه لازم يكون الكونديشن نمبر اصغر من واحد. وبالتالي شو يعني عندي ثلاث حالات؟ انا عندي هون هاي مكتوبات قدامك. اذا كان الكونديشن نمبر واحد معناته شو الريلاتيف ايرور اللي في الاكس بده ينعكس على الريلاتيف ايرور اللي في الاف، راح يكون الريلاتيف ايرور في الاكس ينعكس بنفس المقدار على الريلاتيف ايرور في الاف. بينما اذا كان اللي هي الكونديشن نمبر اكبر من واحد معناته الريلاتيف ايرور اللي في الفانكشن شو راح يصير فيه؟ امبليفيكيشن. اوكي، واذا كان الريلاتيف الكونديشن نمبر اقل من واحد معناته الريلاتيف ايرور اللي في الاف راح يصير فيه اتنيويشن. يعني احنا امام ثلاث حالات، يا اما ايدنتيكال يا اما امبليفايد يا اما اتنيويتد. بالتالي احنا بندور على هاي الحاله الثالثه. اذا ترك لك الاخر خيار فاحنا مصلحتنا انه الفانكشن الايرور فيه اللي هو الريلاتيف ايرور فيه يصير له اتنيويشن، يصغر بالمقارنة مع الريلاتيف ايرور اللي في الاكس. وبناء على الحكي هذا ممكن نصنف الفانكشنز اللي ممكن نشتغل فيها لا تو كاتيجوريز، الكونديشن فانكشن يعني معلول، والكونديشن فانكشنز يعني شيء مرتب. بالتالي شو الكونديشن فانكشنز؟ الكونديشن فانكشنز اللي هي هاي اللي بصير فيها ايش؟ امبليفيكيشن. والويل كونديشن فانكشنز اللي هي ايش؟ اللي بصير فيها اتنيويشن. وبالتالي ال كونديشن فانكشنز شو هي؟ عباره عن تكون الكونديشن نمبر كبير، وبالتالي بصير فيها ايش؟ بصير فيها امبليفيكيشن. بينما الويل كونديشن فانكشنز يكون فيها الكونديشن نمبر صغير، وبالتالي بصير فيها ايش؟ بصير فيها اتنيويشن. وخلينا ناخذ الاكزامبل اللي بين ايدينا، عندنا فانكشن اللي هو كوساين وبدنا نحسب الكونديشن نمبر ات تو بوينتس، اول حاله عند الاكس هاي والثاني حاله عند الاكس از ايكوال تو اللي هي اول اوف ذيم فانكشن اوف باي. بالتالي يوم نيجي نحسب الكونديشن نمبر في الحاله الاولى، طبعا في الحالتين لازم نشتق الكونديشن نمبر اللي هو الفورمولا تبعته هيها. فورمولا تبعت الكونديشن نمبر اف برايم اكس اوفر اف اوف اكس، وبالتالي هاي الفورمولا تبعت الكونديشن نمبر اذا بنطبقها على الفانكشن اللي عندي اللي هو الكوساين بيطلع عندي هاي الفورمولا. تعالوا خلينا نعوض فيها الاكس، اول حاله طلع عندي الكونديشن نمبر هي 1.12، وجينا عوضنا الحاله هاي وطلع عندي ايش يا نشامه؟ طلع عندي ايش؟ طلع عندي الكونديشن نمبر 0.1. معناته الفانكشن شو ماله؟ كل ما قربنا للباي هل بيصير الفانكشن احسن واحسن وبصير ويل كونديشند ولا لا؟ لاحظ هون قاعد بصغر، هون واحد وبعدين صغر، واحنا قلنا اذا صغر اقل من واحد معناته ويل. طيب شو سبب الويل يا نشامه؟ شو سبب الويل؟ هسه حتى يكون ال ولا واللي نشامة بيعتمد هي عندك الفورمولا هاي بيعتمد على قيمة الفانكشن اللي هي بالدينومينيتر، وبيعتمد على الديريفاتيف اللي هي في النوميريتر. مين اللي حساس أكثر؟ هل هي عبارة عن قيمة الفانكشن اللي بالدينومينيتر ولا النوميريتر؟ عادة الحساسية نشامة بتيجينا من مين أكثر، من النوميريتر ولا من الدينومينيتر؟ عادة بتكون من اللي هي الدينومينيتر، هو اللي عباره عن كل ما اقترب الدينومينيتر للصفر معناته ايش يا نشامه؟ كل ما كان الكونديشن نمبر كبير، هاي اول حاله. والحاله الثانيه كل ما صغر الديريفاتيف فاليو
كل ما صغرت يعني حتى احصل على كونديشن نمبر لو صغير. عندي حالتين، يا اما يكون قيمه الفانكشن كبيره او الحاله الثانيه ايش الديريفاتيف فاليو كبيره، بالتالي بناء على الايكويشن هاي حتى يكون عندي الكونديشن نمبر سمول. عندي حالتين، يا اما يكون الدينومينيتر اوكي نشام ايش حتى يكون عندي الكونديشن نمبر سمول، لازم يكون يا اما المقام عباره عن ايش away from zero كبير، او الديريفاتيف تبعتي هاي عباره عن ايش عباره عن اللي هي سمول، واذا قلبناهن بطلع عندي كونديشن نمبر لارج. وبالتالي نشامه لاحظ هون هي راسمين لك قيمه الفانكشن حواله اللي هي الاكس از ايكوال تو باي، وبالتالي اعلى قيمه لها بتكون عند اللي هي الباي اللي هي بتكون قيمتها ماينس 1، بينما اذا بنروح away from اللي هي الباي بيطلع عندي ايش بيطلع عندي القيمه قليله بتقل. وبالتالي يا نشامه خلينا نشوف فانكشن ثاني اللي هو اللين، ومطلوب منا نحسبه على التو فاليوز 1.1 و 1.01. طيب يجينا بدنا في البدايه لابد ما نطبق الفورمولا هاي اللي هي الكونديشن نمبر از ايكوال اف برايم اكس اوفر اف، واذا جينا طبقناها هيها بيطلع عندي دا بالنهايه اللي هي 1 اوفر لين الاكس، ونيجي نعوضها في اول بوينت بيطلع عندي 10 كونديشن نمبر، وبثاني بوينت طبعا كونها طلعت 10 مباشره بتقول عنها ال، كل ما كبرت كل ما كانت ال، كل ما صغرت كل ما كانت ايش ويل. واذا جينا عوضناها 1.01 لاحظ اللهم صل على النبي وين صار الكونديشن نمبر عند ال100. عند ال100 معناته شو يا نشامه الفانكشن شو هو 100% ال كونديشن ال كونديشن. طب شو سبب ال كونديشن هون يا نشامه؟ سبب ال كونديشن اللي هو ايش يا نشامه؟ قيمه الفانكشن اللي عندي، قيمه الفانكشن عند الواحد قريبه لمين؟ قريبه للصفر. بالتالي هون يا نشامه معناته النومريتر اللي عندي هاي الدينومينيتر سوري المقام قريب من الصفر، كون المقام اللي هو الفانكشن فاليو قريب من الصفر معناته ايش يا نشامه؟ معناته راح يصير قسمه عندي على فيري سمول نمبر، عشان هيك الكونديشن نمبر بيطلع كبير. وبالتالي يا نشامه زي ما حكيت قبل شوي عندي يا اما حتى اذا طلع عندي الكونديشن نمبر كبير يا اما هذا المقام بده يكون صغير او قيمه الديريفاتيف بدها تكون كبيره، والعكس صحيح حتى يكون ويل كونديشن فانكشن. واي سؤال لغايه الان يا نشامه؟ بوقف هون. اي سؤال يا شباب لغايه الان؟ اي سؤال يا نشامة؟ اي سؤال؟ اوكي يا نشامة تفضل يا عمر. دكتور بس نذكرك بالاتندنس شيت، وفي طالب بعث لك اسم